السلام عليكم ازيكم يا شباب الاخبار عاملين ايه معاك احمد كامل من وورلد اوتو مع حضراتكم في فيديو جديد وبنتكلم من خلاله على ارخص العربيات الاقل من 500000 الف جنيه في السوق المصري الاسعار المتذبذبه في السوق والاسعار المبالغ فيه بنحاول على قد ما نقدر نشوف العربيات اللي ممتازه والكويسه العربيات بتاعت اكل العيش اللي موجوده في السوق اللي تقدر ان انت من خلالها ان انت تجيبها وتاكل عليها عيش في الفيديو دوت هنجمع لك كل العربيات اللي قطع غيارها متوفره اللي قطع غيارها رخيصه مش هتسبسك في الحيط واقول لك اه عربيه مثلا تكون رخيصه شويه وتجيب العربيه وتلوز بيها وتجيب العربيه وقطع غيرها تكون غاليه لا احنا في الفيديو دوت ان شاء الله مجمع لك كل العربيات الأقل من 500000 الف جنيه اسعارها تكون كويسه قطع غيارها تكون رخيصه مش غاليه متوسطه وفي نفس الوقت القطع الغيار برده تكون متوفره لان ده اهم حاجه اهم من الشراء توافر قطع الغير للعربية اللي انت هتشتريها وسعر قطع الغير للعربية برضو اللي انت هتشتريها فانزل بسرعة من الشركة الجميل بتاعنا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وردة اوتو بيدي فيسبوك هنحط اللينك تحت في الديسكربشن بيبقى عليها ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول تابعونا <applause> رجعنا لحضراتكم من تاني واول كده عربيه موجوده معانا النهارده حبيبه المصريين ملكه عصرها وكل العصور العربيه الهونداي الفيرنا العربيه اللي اتفقت او اختلفت معاها هي عربيه ممتازه وعربيه كويسه قطع غيرها متوفره ورخيصه وموجوده في كل مكان واقتصاديه برده معاك في البنزين العربيه الهونداي الفيرنا بنتكلم في موديلات 2004 نتكلم في حد 200000 جنيه العربيه عايز اقول لك على حاجه الفيرنا في خلال الفترة اللي فاتت او بعد نزول الاسعار بعد العربيات في السوق المصري سعرها في الوقت الحالي بقى كويس بصراحة، سعر العربية الفيرن في السوق المصري حاليا بقى ممتاز وكويس، مثلا انت ممكن توصل لحد كمان 2013 و2014 ممكن تلاقي عربية حالة كويسة بتتكلم في 230 و 240 ألف جنيه، أسعار العربية الهونداي الفيرنا زي ما قلت لحضراتكم ممتازة وهي عربية كويسة جدا جدا. نخش على العربيه اللي بعد كده الميتسوبيشي اللانسر البومه العربيه البومه عربيه من العربيات المحبوبه في المصريين في السوق وسعرها برده اللي موجود دلوقتي عايز اقول لك برده في خلال الكم يوم اللي فاتوا دوت العربيه اللانسر البومه بدا سعرها يشم نفسه من تاني للاسف الشديد العربيه البومه لو تتكلم في موديلات 2008 بيبتدي سعرها في السوق من 340 ممكن 335 لحد 370 375 دي بالنسبه لموديلات 2008 وكل ما تقل في الموديل السعر بيقل معاك العربيه البومه زي ما قلت لكم العربيات كلها اللي انا مجمعها سعرها او قطع غيارها متوفره ورخيصه وكويسه مش جايب لك عربيات واسوحك فيها نخش للي بعد كده عندك النيسان الصيني الموديلات القديمه موديلات التسعينات لحد ال 2000 يعني انت عندك مثلا 95 بيتكلموا في 165000 جنيه بعد كده هتوصل لموديلات 2000 هتوصل ل 100 حاجه مثلا و80 180 182 83 توصل مثلا لحد 2005 بيتكلموا في 330 الف جنيه احنا بنتكلم في متوسط اسعار موجوده في السوق المصري ده بالنسبه للنسان الصاني مش عايز اقول لك ان نسان التيده خليك في النسان الصاني احسن بكتير جدا طبعا العربيه السنترا سعرها هيبقى معدي للاسف ال500000 جنيه لو لقيت عربيه نيسان سنترا موديل 2011 مثلا ب500 تبقى ممتازه وتبقى في الجون نخش على العربيه اللي معانا بعد كده العربيه الاسكودا عربيه من العربيات اللي لا يعلى عليها عربيه من العربيات اللي ممتازه والكويسه جدا في السوق المصري هنتكلم مثلا على موديل 99 العربيه الاي 4 فسعرها في السوق بنتكلم في 270000 جنيه الاوكتافيا اللي برده الاي 4 98 بنتكلم في 307 305 ممكن عايز اقول لك برده ان انت توصل للA5 2005 ب 420 جنيه وال2007 ممكن توصل 430 الف جنيه يعني انت برضه ممكن معاك لحد الخمسميات تركب الـ A5 موديلات 2006 و2007 و2008 كل دوت تحت ال 500000 جنيه عربية برضه الاسكودا لو انت عليت في البادجت شوية ممتازة وكويسة نخش في العربيات اللي معانا بعد كده في العربيه الشوفورليه الاوبترا لو هتعلى في الموديل بقى لو انت مش عايز حاجات اقل تحت ال 2010 عايز حاجات فوق شويه ال 2018 العربيه الاوبترا عربيه برده كويسه واقتصاديه في البنزين تيجي بموتور 1500 سي سي 110 حصان 147 نيوتن ومتوصله بنقل حركه اوتوماتيك من ست سرعات العربيه دي توصل سعرها في السوق من 450 لحد 500000 جنيه للناس اللي عايزه تعلى بموديل السنه فوق تتكلم في موديل 2018 العربيه ممتازه بتجيب في الصفر في 13 ثانيه والسرعه القصوى ليها 170 كم في الساعه واستهلاك الوقود ده حاجه من الحاجات برده المهمه وكل العربيات برده اللي بقول عليها استهلاكها للبنزين كويس سواء كانت الفيرنا سواء كانت النيسان الصني العربيات اللي احنا بنقولها استهلاكها للبنزين مع غلاء البنزين كويس عايز اقول لك برضو على معلومه ثانيه كويس احنا بنتكلم فبنفتكر حاجات واحنا بنتكلم مع حضراتكم سواء العربيه الهونداي الفيرنا او العربيه النيسان تقدر ان انت تركب لها عادي غاز مش هيبقى فيها اي مشكله للموتور الموتور اللي موجود في العربيه طبعا مع غلاء البنزين او الزياده الاخرانيه اللي حصلت واللي هتستمر لمده سنه ونص جايه البنزين هيفضل يزيد لحد ما يوصل للسعر العالمي مش هيبقى فيه اي دعم خالص للبنزين ناس كتير دلوقتي بقت بتفكر وبقت تتوجه لان هي تركب لها غاز ومش كل العربيات ينفع ان هي تركب لها غاز ممكن تبوظ الموتور اللي موجود معاك في العربيه فالفيرنا او النيسان او برضو العربيه اللي جايه معانا الانترا الاتش دي ينفع ان انت تركب لها غاز مش هيبقى في اي مشكله معاك في الموتور. العربيه الانترا الاتش دي العربيه ممتازه وعربيه كويسه سعرها برضو في السوق موديل 2010 بنتكلم من 460 65 لحد 500 وممكن تكسر كمان ال 500 على حسب الحاله وعلى حسب عدد الكلهات اللي ماشيه في العربيه العربيه اللي معانا بعد كده الماتريكس موديل 2003 الهونداي الماتريكس 2003 العربية ديت سعرها في السوق بيتكلموا سعرها غالي جدا بصراحة يا جماعة ان يعني انا لو قدام العربية ديت بالسعر اللي موجود دلوقتي في السوق مش هتوجه لها نهائي بيتكلموا في 470 لحد 500000 الف جنيه سعرها كتير قوي جدا نروح للعربيه اللي معانا بعد كده الشوفورديل افيو موديل 2019 العربيه دي طبعا بتيجي معاك اوتوماتيك بتيجي بموتور 1500 سي سي 4 سلندر 86 حصان 132 نيوتن العربيه بصراحه كويسه استهلاكها للوقود بيجي معاك 7.3 لتر لكل 100 كيلو والسرعه القصوى ليها 166 كم في الساعه العربيه سعرها في السوق بنتكلم 475 الف جنيه وطبعا بعد كده على حسب الحالات هتكسر مية الف جنيه للأسف الشديد ديت كده كانت كل العربيات اللي موجودة معنا النهاردة عندك الانتر اتش دي عندك العربية هونداي الفيرنا عندك العربية النسان التلات عربيات دول اضمنهم لك ان انت لما تركب لهم غاز مفيش فيش اي فيهم مشاكل وبرضو العربية شوف اللي ركبت لها غاز مفيش فيش اي مشاكل العربيات دي زي ما قلت لكم عربيات بتاعت شغل تقدر ان انت تاكل عليها عيش قطع غيرها متوفرة ورخيصة في نفس الوقت متوفرة ورخيصة مش غالية ده كده كانت كل التفاصيل اللي موجودة معانا في الفيديو ان شاء الله الفترة الجاية هنقول للعربات من 500 لحد مليون جنيه وهيبقى في عربات كتير زيرو في الفئة ديت ما تنساش تعمل اشتراك الجميل بتاعنا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وردة اوتو بيدج فيسبوك هنحط اللينك بتاع تحت في الديسكربشن بيبقى عليه ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربات اول باول شكرا